خبر تاني طبعا من الأخبار اللي كانت يعني برضو متداولة خلال الأسبوع اللي فات، هي واقعة خاصة بسيدة مصرية بسيطة احنا كنا اتكلمنا عليها هنا في البرنامج قبل كده لما كانت محبوسة، الحاجة سعدية. طبعا كلنا عارفين القصة، ست مصرية بسيطة، واحنا حكينا القصة دي هنا من خلال آخر الأسبوع، وازاي ان هي كانت حلمها في العمرة خلاها ان هي تتعلق بانسان للأسف ما كانش عنده اي معنى من معاني الكرامة ولا الانسانية، وازاي ان هو بعد ما قال لها ان في هدية ليها عمرة من شخص سعودي لوجه الله، ولكن هو كان بيضحك عليها عشان تروح السعودية ويديها شنطة فيها مخدرات، ويعني اجبرها ان هي تاخد الشنطة دي معاها علشان توديها للراجل، وان هي فيها هدوم، وطلع في الاخر ان الشنطة دي فيها مخدرات، وطبعا تم القبض عليها هناك في السعوديه. وهي كانت معانا، مش هي طبعا، بنتها كانت معانا على التليفون، واحنا اتكلمنا في الموضوع ده وكنا بنطالب وبنناشد يعني السلطات السعوديه بالافراج عن الحاجه سعديه، لان هي ست غلبانه في الاول وفي الاخر، وكان كل هدفها ان هي تطلع عمره، وعلشان هي ست بسيطه وحلمها بسيط، كان في حد زي ما احنا عارفين قدر ان هو يضحك عليها ويديها الشنطه ويتم القبض عليها هناك. الحاجة سعدية تم الإفراج عنها بعد طبعا السلطات المصرية ما قبضت على الشخص صاحب الواقعة واللي وردتها التوريطة دي، والحمد لله الست طلعت. تعالوا بس نشوف الأول جزء من بنت الحاجة سعدية وهي بتكلمنا هنا في آخر الأسبوع، وهي بتحكي قصة والدتها وهي بتناشد السلطات بالإفراج عن الحاجة سعدية. نشوف الجزء ده. أستاذة هدى، أول ما وصلت السعودية طبعا هي ما كانتش تعرف الشنطة فيها إيه، فقبضوا عليها في المطار. ما تعرفش والله يا ست، على الفطرة يا ست أمية، ما تعرفش أي حاجة في أي حاجة. قبضوا عليها في المطار يا أستاذة هدى. راحت هناك، فقعدنا نرن طول الليل طبعا فين وفين، على ما ردت على أختي قامت قال لها يا بنتي داني ممسوكة من امبارح من ساعة ما نزلت المطار، وريني تحقيقات وبيفتحوا الشنطة لقوا حبوب وحاجات كده ما أناش عارفة إيه هي. طب هي دلوقتي فين يا أستاذة هدى؟ هي في التحقيقات. هي لسه هناك في السعودية قابضين عليها؟ ايوه قابضين عليها. يعني انا عايزه اعرف احنا ممكن نساعد ازاي؟ هل حضرتك محتاجه محامي؟ محتاجه تعملي مناشده مثلا لوزاره الخارجيه؟ بنطلب من الملك سلمان العفو عن امي، ان سيده ست كبيره وسخط على قدها، والله ما عملت حاجه مظلومه وبريئه، بنطلب التدخل من رئيس السيسي شخصيا، اعتبرها امك والله بتحبه قوي، ومن اول اللي بينتخبوه بتدافع عنه على طول، والله هي مع الحق دايما، وعمرها ما اذت حد ولا ظلمت حد، وعمرها بتخاف ربنا وبتصلي، خافت تاخد شريط حبوب للصداع والله معاها وهي رايحة هناك عشان المطار ما حدش يقول لها ده ايه. ان شاء الله احنا يعني باذن الله مناشدتك تبقى وصلت، وان شاء الله يبقى في محامي يتابع القضية. بشكر كل اللي سام وقف جنب امي، بشكره الف الف شكر، ربنا يخلي لك والدتك وربنا يخلي لك اهلك. ان شاء الله تطلع يا استاذه هدى والدتك الحاجه سعديه من هناك بالسلامه، وهي اكيد ان شاء الله السلطات المصريه واكيد سفارتنا في السعوديه هتقف معاها، واحنا هنتابع معاك يا حاجه سعديه يعني باستمرار على مدار الحلقات اللي جايه، ونشوف معاكي انت محتاجه ايه وممكن نساعدك ازاي، وان شاء الله تطلع، وهنتابع كمان مع السلطات المصريه، وجايز دي مناشده للسلطات المصريه، وزاره الخارجيه، السيده نبيله مكرم، وهي الحقيقه دايما بتكون بتساعد في كل المواقف اللي زي دي، ان هي تشوف حالة الحاجة سعدية إن أمكن إن إحنا نساعد بشكل قانوني. طبعا أنا بشكرك يا أستاذة هدى، وإن شاء الله بإذن الله والدتك تطلع بالسلامة وترجع مصر وتبقى بينكم بإذن الله قريب جدا. حاولنا ان احنا برضو نعرض حالة الحاجة سعدية لان الموضوع صعب شوية، يعني واحدة ست مصرية بسيطة رايحة تعمل عمرة، شنطة لقيتها بالمنظر ده، فيعني انا بتمنى ان مناشدة بنتها الاستاذة هدى تكون وصلت للجهات المعنية ويتدخلوا محامي بشكل قانوني، بس تعاون مع السلطات السعودية بحيث ان احنا نعرف ممكن ازاي ان احنا نساعد الحاجة سعدية. ده كان جزء من حلقتنا قبل كده في آخر الأسبوع هنا، وإحنا كان معانا الموضوع بتاع الحاجة سعدية، وكان معانا بنتها مدام هدى زي ما انتوا شفتوا. بصراحة كان موقف السلطات المصرية، ومش بس السلطات المصرية، كمان القنصلية في جدة كان مشرف جدا، ووزارة الداخلية في مصر قدرت إن هي
تقبض على المتهم الرئيسي واللي ادى للحاجة سعدية الشنطة اللي فيها المخدرات، وكمان هو اعترف بان هو ارتكب الواقعة دي. وبالفعل يوم الاثنين اللي فات حازم رمضان القنصل العام المصري في جدة قال ان القنصلية نجحت في الافراج عن المواطنة سعدية عبد السلام حماد العاصي بالتنسيق مع وزارة الخارجية والنيابة العامة السعوديتين طبعا، بعد قيام القنصلية بتسليم أصول تحقيقات النيابة المصرية في القنصلية للجانب السعودي واللي بتثبت طبعا براءة المواطنة. القنصل العام كمان أضاف في بيان للخارجية إن القنصلية تبعت قضية المواطنة المصرية فور إبلاغها بالواقعة، ومنذ تم إلقاء القبض عليها في 20 مارس اللي فات، وتم زيارتها بانتظام من قبل القنصلية في مقر احتجازها، وخلوها كمان تتصل بأهلها في مصر، وكمان اتأكدوا من استقرار حالتها الصحية. القنصلية كمان قدمت تسهيلات كبيرة ليها علشان تقدر ان هي تأدي مناسك العمرة في مكة. طبعا انتوا عارفين ان اصلا الحاجة سعدية كل مشكلتها دي كانت بسبب ان هي عايزة تروح تعمل عمرة، فبعد ما تم القبض عليها وبعد ما تم اثبات براءتها كان مفروض ان الطبيعي ان هي تيجي مصر، يعني خلاص ترجع مصر، الا ان القنصلية المصرية مشكورة كان الهدف الوحيد للزيارة للحاجة سعدية هو العمرة، فبالتالي هم سهلوا لها بعد ما تم الافراج عنها موضوع العمرة ان هي تروح مكة تزور المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة، وده قبل ما تغادر وتعود الى ارض الوطن بعد استكمال الاجراءات القانونية ذات الصلة. الحقيقه كان في جهد كبير قوي في موضوع الحاجه سعديه، وكان في غضب الحقيقه برضو من الشخص اللي عمل كده، لان المتاجره باحتياجات الناس ما توصلش لمرحله ان انت تتاجر باحتياج حد في فرض او في سنه حتى او في شيء رباني كده روحاني زي العمره. يعني اعتقد ان دي حاجه يعني ما كانش مفروض ابدا ان هي تحصل. وانا بيتهيالي ان الراجل ده الحقيقه اللي بعد ما خلاص تم اعترف هو نفسه بجريمته ان ده لازم تطبق عليه اقصى عقوبه، لان اللي هو عمله يعني قانونا هو مش اقصى عقوبه ولا مش اقصى شيء يعني، ولكن على المستوى الانساني لا هو شيء قاسي جدا لما تستغل سيده كبيره في السن رايحه تعمل عمره علشان تشيل معاها شنطه مخدرات عشان مكسب حرام في الاول وفي الاخر، وفين؟ في السعوديه اللي هي فيها بيت ربنا. يعني انا اعتقد ان الراجل ده لازم الحقيقه يعني يتحاسب حساب كبير قوي. وكمان الجرايد والاعلام بعد ما يتم خلاص محاكمته نعرف بقى هما وصلوا لإيه عشان يكون عبرة لغيره، لأن الموضوع كان مؤلم جدا، كان يعني الموضوع كان صعب الحقيقة. طبعا القنصلية كان ليها دور كبير، فاحنا بنشكر القنصلية المصرية في السعودية على الدور الكبير اللي قامت بيه، وطبعا السلطات السعودية على التعاون الكبير وطبعا التعاطف الكبير اللي كان مع الحاجة سعدية، وكلنا الحقيقة كنا عايزين نزورها ونطمن أهلها. يعني حتى وإحنا موجودين في القمة العربية في السعودية حاولنا إن إحنا نزور الحاجة سعدية، بس الحقيقة يعني ما كانش فيه نصيب، ولكن الحمد لله إن تم الإفراج عنها وهي دلوقتي بين أهلها. حبينا بس نقول لكم آخر المستجدات، لأن كان الإفراج عن الحاجة سعدية خبر حلو كنا لازم نقوله، زي ما تابعنا معاكم القبض عليها في الأراضي السعودية لازم كمان الإفراج عنها وإن هي قامت بمناسك العمرة نحن نتابعه معاكم.